عرش إبليس اللي على المحيط ولا قارة أطلانتس المفقودة؟ محدش عارف إيه السبب في اللي بيحصل في مثلث برمودا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من المحل الآتي. طلب منا احد المتابعين ان احنا نتكلم عن مثلث برمودا، وهو ده اللي هنصير الموضوع بتاعه النهارده ان شاء الله. كتير جدا مننا يسمع عن مثلث برمودا، او بالاحرى لغز مثلث برمودا. في مننا فاهم ايه اللي بيحصل، وفي مننا مش واخد باله، وفي مننا بيتابع الاسطوره. مبدئيا مثلث برمودا مكانه بين بورتريكو وفلوريدا وجزر برمودا على شكل مثلث، علشان كده سموه مثلث برمودا. مساحه المثلث ده 1,125,000 كيلومتر مربع. اللي مش متخيل المساحه بالظبط هو اكبر من مساحه جمهوريه مصر العربيه بشويه كويسين. بدات الحدوته بشكل واضح جدا سنة 1945 مع الرحلة الأمريكية 19، ودي كانت مجموعة طيارات حربية كانت معدية من فوق المنطقة بتاعت مثلث برمودا دي. وأطلق قائد السرب رسالة استغاثة بيقول فيها إنه مش قادر يتحكم في أي حاجة من أجهزة الطيار، وإن الدنيا حواليه مش واضحة، حتى المحيط مش باين المعالم بتاعته، واختفت الطيارات الخمسة. من هنا ظهر لغز مثلث برمودا، وفضلت الحوادث متعاقبة لغاية آخر حادثة حصلت سنة 2015 لسفينة الشحن الأمريكية SS الفارو، وبرضه اختفت وغرقت. ومن سنة 45 وجاي وبدأت تتعمل كتب كتير جدا وأفلام كتير جدا عن لغز مثلث برمودا. بدأها الكاتب ريتشارد واينور في كتاب مثلث الشيطان، وفينيس جادلس وتشارلز بيرلتس ومجموعة كبيرة جدا من الكتاب المشهورين جدا اللي كتبوا عن لغز مثلث برمودا. قالوا ايه بقى الناس دي؟ الحقيقة في حاجات كتير جدا اتقالت. قالوا انه المكان ده هو اللي موجود فيها عرش ابليس، ومش بيسمح بانه اي حد يقرب من ناحية المنطقة اللي فيها العرش بتاعه ده، وبيعمل اشياء شيطانية الهدف منها اختفاء اي حد بيقرب من المنطقة دي وهلاكه. وناس تانية قالوا ان ده المكان اللي غرقت فيه قارة اطلانتس المفقودة. قارة اطلانتس للي يسمع عنها يقال انها كانت قارة متقدمة جدا تكنولوجيا، وفيها اشياء الى الان بتعمل رغم غرقها، فهي غرقانة في المنطقة دي، والحاجات اللي شغالة الكترونيا فيها هي اللي بتعمل مشاكل في المجال المغناطيسي في هذه المنطقة، علشان كده اي سفينة بتدخل او اي طيارة بتعدي من المنطقة دي بتغرق تماما نتيجة عدم السيطرة في المجال المغناطيسي بتاع الطيارات او السفن نتيجة تأثير هذا المجال عليهم. وناس تانية قالت انه مشكلة في الزمكان. الزمكان ده اللي هو حاجة كده زي الثقوب السوداء، انه اي حد بيروح المنطقة دي بيلاقي ثقب، الثقب ده بينقله من مكان لمكان اخر ومن زمان لزمان اخر. وناس تانية قالوا بسبب الفضائيين والكائنات الفضائية، انه الكائنات الفضائية متمركزة في المكان ده، او هو ده المكان اللي هي عارفاه من الارض، وبتبدأ تصطاد اي حد يوصل للمنطقة دي علشان يخطفوا الادميين اللي موجودين فيهم ويبدأوا يعملوا عليهم التجارب بتاعتهم. كل ده كان اساطير ملوش اي سند لا من الشرع ولا من العلم. امال ايه الموضوع بالظبط؟ الباحث الامريكي لورنس ديفيد كوش هو اول من اجرى بحوث علميه فعليه على هذه المنطقه، وبالبحوث الطويله جدا اكتشفوا حاجات كتير قوي تفسر لغز مثلث برمودا. زي ايه مثلا؟ زي ان المنطقه دي من المحيط الاطلسي غنيه جدا بغاز اسمه هيدرات الميثان. الغاز ده بيختلط بمياه المحيط، ولما بيكون فيه منه كميات كبيره جدا بيخلي كثافه الميه خفيفه جدا لا تقدر على انها تشيل سفينة، وده احد اسباب غرق السفن. غاز هيدرات الميثان كمان قابل للاشتعال، واكتشفوا فعلا ان في حفر كتير جدا في المنطقة دي نتيجة انفجار هيدرات الميثان ده، ورصدوا انه بعض الانفجارات فيه توصل لارتفاعات عالية جدا بالطول اي طيارة طايرة في المنطقة دي، فلو النار دي وصلت لخزان الوقود اللي موجود في احد هذه الطائرات بتخلي الطيارة بالفعل تنفجر. لقوا كمان ان المنطقة دي غنية جدا بالعواصف الاستوائية. المنطقة الاستوائية دي بيكون فيها عواصف شديدة جدا في المنطقة دي من المحيط الاطلسي. ارتفاع الامواج فيها وقوه الاعاصير فيها بتصل لدرجه ان الموجه فيها ممكن توصل لاعلى من 25 متر، يعني تقريبا ارتفاع عماره مكونه من 11 12 دور. ولقوا كمان في المنطقه دي ان المجال المغناطيسي فعلا فيه خلل، وده موجود في مناطق تانية كتير لكنه متمركز اكتر في منطقه مثلث برمودا. ولقوا حاجه كمان موجوده في المنطقه دي اسمها تيار الخليج، عباره عن نهر ضخم جدا يمتد من اول خليج المكسيك مرورا بفلوريدا وحتى شمال الاطلسي. يصل عرض التيار ده من
65 ل 80 كيلومتر، وبتتجاوز سرعة التيار فيه 10 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة عالية جدا قادرة على نقل أي حطام أو أي شيء موجود في المكان ده لأماكن مختلفة بسرعة عالية جدا. ده غير إن المنطقة دي كمان لقوا إن موجود فيها خنادق عميقة جدا في باطن الأرض تحت المحيط. الخنادق دي بيوصل عمقها لأكتر من 9 كيلومتر تحت، يعني معنى كده إنه لو في حتى سفينة غرقت أو حتى طيارة وقعت، لو فلتت من تيار الخليج فالباقي منها هينزل في الخنادق دي اللي مستحيل حد تاني يوصل لها. والتفسير الأخير حاجة اسمها الضباب الإلكتروني، ودي النظرية الوحيدة اللي موجود عليها شاهد عيان. الطيار بروس جيرنر ده طيار أمريكي سافر في المنطقة دي سنة 1970 وعدى منها بسلام، لكنه في أثناء الرحلة بعت رسالة استغاثة وقال إن أنا ماشي في محيط إلكتروني غريب جدا لأول مرة يشوفه، ومؤثر على كل الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة جوه الطيارة ومش قادر يتحكم فيها. وبالفعل هو كان متجه لمنطقة معينة، لقى نفسه بعد تغيير الإحداثيات اللي موجودة جوه الطيارة رايح لمنطقة تانية خالص، ومن هنا طلعت نظرية الثقوب السوداء اللي بتنقل من مكان لآخر. أمال إيه اللي خلى موضوع لغز مثلث برمودا ده يجوب العالم بالشكل ده وياخد الشهرة الفظيعة جدا دي وتحوم حواليه كل هذه الأسئلة والألغاز؟ الموضوع ببساطة شديدة هو الإعلام. إحنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن لعنة الفراعنة، وجبنا بالفعل سيرة موضوع سبب انتشار لعنة الفراعنة. لو ما كنت شفت الحلقة دي هتلاقي موجود اللينك ظاهر لك هنا، ارجع بص عليها هتلاقي نفس السبب اللي انتشرت بسببه بلعنة الفراعنة هو نفس السبب اللي انتشر بسببه لغز مثلث برمودا. الإعلام والكتب والأفلام السينمائية، كل ما كان الموضوع مثير جدا وحراق جدا كل ما سرعة البيع وزيادة عدد المبيعات في الكتب والأفلام تزيد، كل ما هيكون في مادة يتعمل عنها أفلام وفيديوهات وكتب وحاجات من دي كتير جدا. اللي بيسترزق منها في النهاية هم الكتاب وصناع الإعلام، وانتوا عارفين ان بصمة الإعلام لازم تبقى فيها الشطة الحراقة شوية، بدليل ان في سفن كتير جدا وطيارات كتير جدا بتمر من المنطقة بتاعت مثلث برمودا وبتعدي وبتوصل عادي جدا، زي مثلا السفينة اللي اتكلموا عنها SSVA فوج، السفينة اللي قالوا ان هي عدت بمثلث برمودا وبعدين اختفت فجأة تماما بكل الركاب اللي عليها، وبعد شوية ظهرت تاني السفينة لكن ما كانش عليها اي راكب الا القبطان بس، وقالوا ان هم لقوه موجود في كابينة القيادة ماسك فنجان القهوة اللي هو بيشربه وكمان لقوه دافي. انت متخيل الخيال؟ يعني اختفى والناس اختفت والسفينة رجعت، وعلى ما راحوا شافوه كان فنجان القهوة لسه دافي، يعني حاجة غريبة جدا. الغريب بقى اكتر ان المنظمة البحرية الامريكية كذبت كل الاحداث دي ونشرت صور انتشال السفينة الغارقة، ولا كان فيه قبطان ولا كان فيه حتى فنجان القهوة الدافي، لكن احنا معتادين ان احنا دايما بنمسك في الحاجات الغريبة، اول ما يظهر لها تفسير ما بنهتمش بيه، لكن احنا دايما غاويين حواديت قبل النوم. طيب اقول لك على المفاجأة، انت تعرف ان في مكان بتحصل فيه احداث غريبة يمكن اغرب واعجب من احداث مثلث برمودا لكن محدش يعرف عنها حاجة او عدد كبير ما يعرفش عنها حاجة؟ المكان ده موجود في المحيط الهادي بجوار سواحل اليابان، اسمه بحر مونو اومي وبيسموه بحر الشيطان او مثلث التنين. تخيل ان كل حوادث العالم الجوية والبحرية 60% منها حصل في المنطقة بتاعت مونو اومي دي، لكنها ما اخدتش نفس مستوى الشهرة بتاع مثلث برمودا، لانه خلاص اشتغلوا على المنطقة دي فنشتغل على المنطقة دي، او اول ما طلع الترند ده فكل الناس بدأت تشتغل على الترند ده، فهو اللي خد الشهرة الاكبر بكتير جدا من اماكن تانية محتاجة بحث اكتر علشان نعرف اسباب المشاكل اللي فيه. وطبعا عشان الموضوع يبقى حراق اكتر لازم ندخل فيه عرش ابليس، ولازم ندخل فيه الكائنات الفضائية، ولازم ندخل فيه الحاجات دي كلها، هي دي اللي بتجيب مشاهدات وهي دي اللي بتجيب رجل الزبون زي ما بيقولوا. اي حاجة بتتكلم فيها عن اساطير او شيء غريب غير مفهوم هو ده اللي بيجذب دايما المشاهد والقارئ. وكانت هي دي قصة مثلث برمودا ببساطة شديدة، علشان احنا متعودين ما ناخدش الموضوع من الظواهر فقط، لا مهم جدا ان احنا ندخل نحلل كل شيء لغاية ما نوصل لأصل الحقيقة. أتمنى أن تكون الحلقة عجبت حضراتكم، منتظر تعليقاتكم بفارغ الصبر، ولو عندك أي موضوع حابب أن احنا نتكلم فيه منتظر حضرتك تكتب لي عنه. نتقابل إن شاء الله يوم الخميس القادم مع المحللاتي.